دكتور نديم، المواطن فعلا يسأل سؤال أو هو في جدلية من أمره، إلى أي درجة فعلا يمتلك السيد الكاظمي مفاتيح لحل كل الأزمات المتراكمة في البلد؟ يعني مفاتيح حكومية، مفاتيح تشريعية، وبالإمكان الوقوف على كل هذه الأزمات ووضع لها معالجات. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني التفاؤل المفرط بحكومة السيد الكاظمي أعتقد تفاؤل في غير مع حله. يعني لا توجد مقدمات تعطينا انطباع أو قناعات بأن هذه الحكومة ستنجز أهدافا كبيرة لتحقق ما عجزت عنه الحكومات السابقة. كل الحكومات السابقة عجزت عن الحصول على ما يعرف بشرعية الإنجاز، اللي هي أنا أعتبرها هي أهم أنواع الشرعية، أهم شرعية الانتخابات وأهم من أي شرعية أخرى. الإنجاز هو الأساس في الاستمرار بالسلطة. مقدمات هذه الحكومة لا تعطينا بارقة أمل أن هنالك منجزا سيتحقق خلال المدة القادمة. يعني هناك